مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي إيثرلايت؟ ما هي ميزات إيثرلايت؟ ما هي إيثرلايت؟ إيثرلايت عبارة عن منصة بلوكشين مصممة لتحقيق الكفاءة وتوفير بيئة سريعة وآمنة وأرخص تكلفة لبناء تطبيقات لا مركزية متوافقة تماما مع أدوات إيثيريوم ومقدس تقنيات ويب 3، ويعمل على خوارزمية إجماع POS. ما هي ميزات إيثرلايت؟ متوافقة تماما مع واجهة برمجة تطبيقات واجهة ويب 3GS الخاصة بشركة إيثيريوم. هذا يعني أن موقع الويب أو الخدمة تتفاعل مع شبكة إيثيريوم. يعتمد ويب 2 على المستخدمين لإنشاء القيمة التي يمكن للمالك أو المضيف جني الفوائد منه. في معظم الحالات يكون لدى المستخدمين سيطرة قليلة أو معدومة على بياناتهم. إن إيثرلايت تستخدم Proof of Stake، وهي خوارزمية إجماع قابلة للتطوير بدرجة كبيرة. لدى إيثرلايت القدرة على استخدام أدوات وعقود إيثيريوم الذكية الحالية. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.